بالمناسبه احنا كنا برضو واحنا في مقدمه حلقه النهارده انا ونهاوند وبنقدم او بنعرف المشاهدين ان حضرتك هتكون منورنا، كنا بنتساءل طب اللعبه دي يلزمها ايه؟ يعني هل هي يعني هي بس يعني متطلباتها باي وتراي، ولا الحكايه ليها علاقه برضو بالتعبير المجازي الدارج اللي هو يقول لك ده عصب؟ يعني ايه متطلباتها؟ هو طبعا العصب اساس في اللعبه دي، لازم الواحد تكون اعصابه سليمه ويكون عصب قوي. في ناس بالفطره وبالجينات الوراثيه بتكون قويه بدون تمرين، مع التمرين بقى ما بالك مع التمرين. احنا بنتكلم على العصب مش العضله. انا بتكلم دلوقتي على العصب لسه ما دخلتش في موضوع العضلات. فبالفطره كده ناس، ما احنا من ايام زمان طبعا في ناس كانت يعني تشيل اثقال وتعمل من غير ما تتمرن. يعني دي بتبقى جينات وراثيه موجوده في البني ادم نفسه. انما احنا هنا بنحاول نجيب الموهبه دي وبننمي العضلات. بالك بقى يبقى في عصب قوي مع عضلات قويه اللي هي العضلات المتخصصه في لعبتها. طب عضلات وتقويها مفهومه، العصب بتقويه ازاي؟ لا هو العصب ده يعني تمريناته بتبقى عباره عن تمرينات الايزومتريك او الثبات بيسموها، ان انا بلعب بالثقل بجيب بيه التكرار بتاعي وبعد كده في الاخر بثبت فيه اكتر وقت ممكن. فدي برضو نوع من انواع التدريبات يعني. اوكي. بالاثقال وعن طريق العقله والكلام ده كله. فموضوع التمرين بقى عشان انا انمي العضلات، لا هو مش باي وتراي بس، انا بنمي عضلات الذراع من اطراف الاصابع حتى الجسم كله مش دفاع بس. عشان انت بترتكز يعني على جزئيه معينه من الجسم وبتعتمد عليها، ولا انا فاهم غلط؟ هو ال 80 او 90% كله حمل على الذراع. لان هي لعبه اسمها مصارعه الذراع. صحيح. الذراع هو اللي بيصارع والكلام ده كله، لكن الجسم داخل فيها منطقه الظهر، البنش، الكتاف، الرجلين بتساعد. الرجلين بتساعد، لو احنا شفنا الماتشات واتفرجنا عليها هتلاقي ان في اللاعب يستخدم رجله في ان هو بيزق بالترابيزه عشان خاطر يجيب اللي قدامه. فهي شامله الجسم كله، ولكن التخصص فيها ان انا اخلي دراعاتي قويه من الكتف حتى اطراف الاصابع. طب لما بنشوف اتنين مثلا بيتنافسوا، واحد عضلات قوي ومليان وكده وواحد رفيع مثلا، كلنا بنراهن على العضلات هو اللي هيكسب، بيحصل بنسبه كام في الميه ان الشخص ده فعلا او الشيب بتاع الجسم ده هو اللي دي بيكسب؟ فعلا محيره ناس كتير، وده تساؤل بيبقى دارج في اوقات كتير. لكن عايز اتكلم في حاجه، هو اللاعب البادي بيلدينج او الجسم اللي هو القوي دوت، ده بيهتم بالشكل العضلي والمظهر بتاع الجسم. مش عايز اخش في موضوع كمال اجسام، لان كمال اجسام بيخش في اهم حاجه الحجم العضلي والديفينيشن والتقسيم بتاع العضلات. ولكن لعبتنا احنا اسمها لعبه قوه، الاتحاد اسمه اتحاد القوه، فلا يشترط فيها الحجم العضلي. ممكن فعلا واحد يكون رفيع وجسمه عادي جدا لكن متمرن تمرينات القوه اللي هي تخص مصارعه الذراعين، فمن هنا الشكل العضلي ما بيبقاش مهتم. في ناس بتجمع بين الاثنين، نلاقي فيه حجم عضلي وفي وقت برضه من الاوقات تلاقيه ان هو قوي جدا على الترابيزه او في اللعبه بتاعتنا بتاعت مصارعه الذراعين.